وسالفة أو قصة من قصص الدارمي من موروث الديوانية ومن قصص الديوانية. بيوم من الأيام أكو إنسان عزيز نفس، عزيز نفس إلى درجة، فهذا الدارك وضعه وصار طريح فراش، وطريح الفراش اليوم بنادم ما يروح ما والعين ما تروح ما، وهو كان ابو طلعه وابو واجبه وابو روحه وابو رده. واذا دارك الوضع واذا هو طريح فراش وتسمع الناس تقول فلان وقع وفلان طاح وفلان صار هتش وفلان صار هتش، وهذا الحكي يقتل، يقتل قبل الموت، يموت بنادم قبل موته هذا الحكي. فيوم من الايام هذا الرجل الدارك وضعه الى انه جبلوه للجبله، واللي جبلونه للجبله امره ما بيد رب العالمين، وقام ينقطوله. فبنادم جبل للجبله وبيت وصاحت النسوان والتمت الوادم. يقولون بهاي الاثناء هو قاعد واكو ناس يمه، فبهاي الحاله قالوا بيت دارمي، وعلى هاي الحاله قال بيت دارمي ومساجره صارت بيها. فعن لسانه او هو يقول حتى نكون دقيقين بالنقل، قال بس يتنقط الماي غمضها واطلع، بس يتنقط الماي غمضها واطلع، او سجت لي النسوان شماتي تسمع. يما واحد رد علي قال لا اقدر على تسكيت امك واخوتك، اقدر على تسكيت امك واخوتك، لكن شقل لهواك لو درب موتك. رد علي الثالث قال له من صيحة النسوان مختث يا مجنون، من صيحة النسوان مختث يا مجنون، حتى اللي نقط الماي من اللي يشمتون. هذا من موروث الدارمي للديوانية.